بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أول شيء أقدم بالشكر لجمعية وعد لإقامة مثل هذه الندوة الجيدة للإصلاح الاقتصادي الذي نادر ما نتحدث عنه في بقية الجمعيات. أنا بعجالة أريد أتكلم عن إصلاح سوق العمل، وأريد أرجع للوراء وأتعرف على جذور التشوهات اللي صارت في سوق العمل. بالمناسبة سوق العمل هو من أهم وأعقد القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دول مجلس التعاون، ويكفي أن نقول تحت خط عريض أن دول المنطقة عاجزة عن حل تشوهات موجودة في سوق العمل، وهي أخطر من القضايا السياسية، وهي مصدر لعدم الاستقرار الاقتصادي في دول المنطقة. أرجو أن يسمحني الوقت لأستعرض الدلائل على هذه، على ما قلت له بوجود تشوهات عاجزة عنها الدولة. أولا، دول المنطقة بدأت قبل فترة بعملية إصلاح سوق العمل، وفي البحرين وإصلاحات طموحة، والواحد يعني طموحه بهدف إعادة تنظيم سوق العمل وتصحيح التشوهات الناجمة ومحاولة تصحيح التشوهات الناجمة عن الاعتماد المفرط على العمالة. ففي البحرين مثلا أنشئت هيئة سوق العمل في 2006، وأنشئ أيضا صندوق العمل تمكين، وألغي نظام الكفيل في 2008، ودخلت كثير من الإصلاحات في، وأيضا قانون تأمين ضد التعطل في الواقع الذي يجب أن يكون فريد من نوعه في البلدان العربية. وعلى الرغم أن المشكلة تقع أنه على الرغم من الموارد الهائلة والتدفقات النقدية الهائلة في دول مجلس التعاون وما تتمتع به من موارد نفطية ومالية هائلة، إلا أنه يبدو أن هذه الدول مثل ما قلت قبل شوي أصبحت عاجزة عن مواجهة العديد من المشاكل التي يفرزها سوق العمل. فمع استمرار النمو السريع لعدد السكان في سن العمل وبلوغ الحد الأقصى من التوظيف في القطاع العام، هنا يبرز التحدي الأكبر. هل هو البديل القطاع الخاص الذي يقوم بدور الدولة الذي قامت بتوظيف نسبة كبيرة من العمالة وإلى أن خلقت قناعة بطالة مقنعة؟ البحرين وبقية دول المنطقة مطالبة الآن وأكثر من أي وقت مضى بتوطين العمالة والوظائف وإحلالها بدلا من العمالة الأجنبية، كما أنها مطالبة في إعادة النظر في سياسة استقطاب العمالة الوافدة. أين الخلل في سوق العمل وكيف يمكن إصلاحه؟ اسمحوني أن نرجع وراء لما قبل 4 عقود من الزمن، عندما ارتفع أسعار النفط وبدأت عملية التنمية الاقتصادية. اعتمدت البحرين كما اعتمدت بقية دول مجلس التعاون في نهجها التنموي على عنصرين أساسيين: البترودولار، التدفقات النفطية الهائلة، ونموذج دولة الرفاه. نموذج دولة الرفاه التي تعني بأن الدولة لعبت الدور الأساسي في حماية وتوفير الرفاه الاقتصادي لمواطنيها، فقامت بتوظيف نسبة كبيرة من العمال من المواطنين في القطاع العام دون الاهتمام بمعيار الإنتاجية، وبدون المعيار بخلق نمو اقتصادي فعلي، أو بالمصطلح الاقتصادي التنمية المستدامة. فقامت الدولة حرصت على دول المنطقة بشكل عام وبلحنا بشكل خاص، فحافظت على زيادة الأجور والحوافز المالية للموظفين، مما أدى إلى تضخم في القطاع العام وأدى لخلق بطالة مقنعة. كما قامت الدولة من ناحية ثانية، ليس فقط اهتمت بالعمالة في القطاع العام بالمواطنين اللي وظفتهم في القطاع العام، بل أيضا قامت الدولة بتدليل القطاع الخاص من خلال تذليل كثير من الصعوبات وتقديم الدعم الهادف إلى تخفيض تكلفة الإنتاج. ففي هذا النهج عمدت الدولة
على فتح الباب لأرباب القطاع الخاص على مصراعي لاستقطاب ما يريدونه من العمالة الأجنبية الرخيصة دون قيد أو شرط في العدد والكفاءة والإنتاجية. وهذا أخطر ما ارتكبته يعني السياسة في سوق العمل، أن تم فتح الباب على مصراعيه دون شرط وقيد في ودون أخذ بعين الاعتبار العدد والكفاءة والإنتاجية. فبذلك أصبح النمو والاستقرار الاقتصادي مرتبط بعاملين أساسيين في المنطقة. أولهما التدفقات النقدية عبر المصروفات الحكومية والتي تعتمد على الصادرات النفطية، وثانيا وفرة العمالة الرخيصة والتي اعتمدت عليها مؤسسات القطاع الخاص في استثماراتها، حيث فالمؤسسات الخاصة أدمنت على العمالة الرخيصة في استثماراتها في توسع الإنتاج وتعزيز قدراتها التنافسية. وهذا يعني أن أي خلل أو انخفاض في هذا العنصرين في المصروفات الحكومية التي تعتمد على الإيرادات النفطية ولم تنجح دول المنطقة في إيجاد البديل، أو العمالة الرخيصة، سوف ينعكس تماماً وبشكل مباشر ويهدد الاستقرار الاقتصادي وقدرته على تحقيق النمو وخلق فرص عمل المواطنين. فأثبت عبر 4 عقود من الزمن، أثبت أن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية لتمويل المصروفات الحكومية ودعم النشاط الاقتصادي وتوظيف هذا الكم الهائل من العمالة الوطنية في القطاع العام، وكذلك الاعتماد المفرط للقطاع الخاص على العمالة الرخيصة غير الماهرة وغير الكفوة ذات الأجر القليل، يجعل من الصعب إصلاح سوق العمل قبل إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. قلنا إعادة الاقتصاد الوطني معناته تغيير دور الدولة في الاقتصاد. فالدولة كانت هي المستثمر وهي المشرع وهي المشرف على ما يحصل فيها. فلدينا سوق عمل به تشوهات عديدة، كما أن نظامنا الاقتصادي بني ولعقود من الزمن على هذه التشوهات. ولذلك نجد أن المؤسسات الإنتاجية وجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأغلب المؤسسات الضخمة التي تمتلك في الدولة ترفض التخلي تماماً عن العمالة الوافدة لكونها مصدر لقدراتها التنافسية. وفي الوقت نفسه الاقتصاد أصبح غير قادر على إيجاد البديل لهذه العمالة الرخيصة. إذن الميزة التنافسية، كل دولة عندها ميزة نسبية تنافسية. الميزة التنافسية النسبية التنافسية التي بني عليها أو التي تعتمد عليها المؤسسات الإنتاجية في البحرين أو الاقتصاد البحرين، يقوم عليها نموذج الاقتصاد البحريني أو الخليجي، هو انخفاض أجور العمالة الوافدة وليس الإنتاجية والمنافسة. يعني الهند تقوم على الميزة التنافسية أن العمالة الرخيصة في الهند. في كثير من دول شرق آسيا تقوم على الميزة التنافسية على أساس وجود عمالة رخيصة محلية، إنما نحن وجود عمالة رخيصة تعتمد الميزة النسبية التي نعزز قدرات التنافسية على ميزة على عمالة رخيصة ولكن وافدة أجنبية. أما الأمر الذي يعني بأن المطلوب أولاً هو إعادة هيكلة الاقتصاد وإصلاح النظام الاقتصادي، وإلا فإن الاقتصاد لن يكون قادراً على استيعاب أي إصلاحات في سوق العمل. قلنا الإصلاحات في سوق العمل التي تبنتها دول المنطقة بما فيها البحرين جيدة، ولكن يحتاج قبل ذلك أنا أعتقد إصلاح النظام الاقتصادي بحد حتى يمكن أن يستوعب الإصلاحات في سوق العمل. خلنا نشوف بعض الإصلاحات، بعض الإحصائيات التي إذا سمحنا للوقت أساسها. بدأت إصلاحات منذ تقريبا مضى عليها 10 سنوات أو ما شابه ذلك. ماذا حصل؟ كان الهدف منا إحلال
العمالة البحرينية أو الوطنية محل الأجنبية. الهدف الثاني هو المحافظة وتعزيز القدرات التنافسية من خلال خلق عمالة وطنية كفاءة وتعزيز ومؤهلة لأن تحل محل العمالة لها. وفي النهاية الهدف الثالث من إصلاح سوق العمل التي تبنى هو خفض عدد العمالة الأجنبية. هل تم خفض عدد العمالة الأجنبية؟ لا لا طبعا بنشوف بل زاد بل تضاعف عدد العمالة الأجنبية. ارتفاع يعني آخر إحصائيات في الويب سايت مال هيئة سوق العمل تقول أن ارتفاع إجمالي عدد العمالة الأجنبية بنهاية 2016 تقريبا وصل إلى 612 ألف عامل بالمقارنة إلى 559 ألف عامل في العام 2015 وبزيادة 9.6%. وعام 2008 كان عددهم 490 عدد العمالة وعام 2004 كان عددهم 152. إذا العمالة الوافدة في تزايد بغض النظر شنو كانت جودة الإصلاح الذي تم أو السياسات أو الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح سوق العمل. وكان الهدف الرئيسي هو خفض عدد العمالة الأجنبية بل زاد الآن عدد العمالة الأجنبية. العمالة الوطنية هذا يعني تحدي آخر تريد فرص عمل. لما نقول العمالة الوطنية في ازدياد معناته يا دولة يا مسؤولين اخلقوا فرص عمل لهذه وأزيحوا من ينافس هذه العمالة الوطنية. العمالة الوطنية تزداد أيضا. الآن في 2016 صار 157 ألف عامل بحريني محقق نسبة سنوية قدرها تقريبا يعني انخفضت عن عام 2015 لأن كان 2015 185,000 بينما 175,000 في 2016. ولكن في مقارنة ب 2008 كان عدد العمالة البحرينية 69,000. بلغ هنا مؤشر آخر، بلغ عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها في هيئة تنظيم سوق العمل في 2016 لفئة العمالة 50,466 بزيادة هنا أرجو تركيزين بزيادة تقدر ب 54.5%. يعني سنويا تزداد العمالة تصريحات سوق العمل. وين تروح العمالة؟ غالبية العمالة لما نقول عمالة غير كفاءة، عمالة مو خبراء نستوعب، أغلب هذه العمالة تذهب إلى المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال وتمثل 58.6% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال 2016 لفئة هذه العمالة. هذه بعض المؤشرات التي تدل على أن العمل أو الإصلاحات التي أدخلت في سوق العمل لم تحقق فعلاً لم تحقق أهدافها، على الرغم من أن هي يعني ذات قيمة وذات هاي، ولكن تحتاج مثل ما قلنا في البداية تحتاج أن الاقتصاد هو بحد ذاته يجب إعادة هيكلة الاقتصاد. وهي ضعف الإنتاجية عنصر العمالة الخاص في القطاع العام. يعني هناك في المؤشر الآخر الذي حاول إصلاح سوق العمل أو هيئة سوق العمل أن تعالجه وزيادة الإنتاجية، أنما الإنتاجية في القطاع العام، طبعاً القطاع العام الإنتاجية في القطاع العام لم تتغير بل انخفض، بينما الأجور ارتفعت نسبياً والإنتاجية لم تتغير. وحتى في القطاع الخاص المؤشرات تشير إلى أن هناك على الرغم من تزايد العمالة وعلى الرغم من هاي وعلى الرغم من ما صرفته الدولة من دعم إلى كثير من المؤسسات، إلا أن الإنتاجية في القطاع الخاص لم تتغير أبدا. وبالإضافة لذلك فجوة الأجور ما بين العمالة البحرينية والعمالة الأجنبية زادت بمقدار 240 دينار ما بين إنشاء هيئة سوق العمل وما بين في عام 2016. هذه باختصار. إذا في المناقشة ممكن نشرح أكثر وهنتكلم. شكرا.